نجت المسنة التركية فاطمة جونجور صاحبة 77 عاماً من موت محقق بعدما قضت 212 ساعة تحت أنقاض مبنى هدمه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام، ثم خرجت حية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فأن السيدة التركية استطاعت أن تصمد لنحو 9 أيام قضتها تحت الأنقاض في ولاية آدي يمان جنوبي البلاد، ورصدت لقطات فيديو استخراج فاطمة على يد فريق تركي. وعقب خروجها احتضنها عدد من أقربائها وسط مشاعر مختلطة من الفرحة والذهول قبل نقلها إلى مستشفى قريب. ولقي ما لا يقل عن 35,000 شخص مصرعهم، وأصيب أكثر من 105,000 في تركيا من جراء زلزالين قويين ضربا تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الجاري وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.